السلام عليكم حبيباتي، كديرين؟ لبس عليكم، نتمناكم تكونوا بخير، اموركم كلها على خير ان شاء الله، دائما ناشطين وفرحانين. كنشكركم بزاف اخواتي على تعليقاتكم الطيبه اللي دائما كتخليو ليا، شكرا لكم والله، شكرا على لي كومونتير ديال البارح، فرحوني بزاف بزاف. واكثر حاجه كتعجبني هي ملي كتجي شي اخت كتقول لي جربت الوصفه ونجحت ليا، فهذا هو المضمون. البنات من القناه، المصداقيه دائما الحاجه اللي ما كنتش متيقنه منها ما نحطهاش ليكم، اللهم نضيع انا وما تضيعوش نتوما. اليوم غادي نقدم لكم واحد الكيكه اللي كتجي رائعه بزاف، كيكه النخاله، كتجي لذيذه وتقريبا صحيه، واخا راه فيها شويه الفورص ولكن نقدروا نقولوا تقريبا صحيه. قدموها هكا لوليداتكم، ممكن ديروهم على شكل كاب كيك ولا اللي بغيتو، فعلا كتستحق التجربه. ديروا لي جيم الى شفتوا الفيديو انه يستحق. اما بالنسبه للمقادير فبسم الله على بركه الله، عندي هنا 4 ديال البيضات، ولكن راه عندي البيض صغير بزاف كيف كتلاحظوا معايا، صغير لواحد الدرجه ما تصوروش. الا كان عندكم البيض كبير ديروا غير 3 ديال البيضات. وعندي هنايا جوج الكيسان ديال العنبه ما عامرينش، يعني قل ربع ديال النخاله اولا الدقيق الكامل، الدقيق كومبلي. انا استعملت هذا ديال موني اللي غادي نوريكم، هذا هو اللي كناخد انا، اصلا هو رقيق ما احتاجيتش انني نطحنه. درت جوج كيسان ما عامرينش ديال العنبه، تقريبا بالعبار انا عبرت لكم 150 غرام، كيف كتشوفوا معايا هي رقيقه ما احتاجيتش انني نطحنها، فخديتها وحمرتها شي شويه في المقيله كيف كتلاحظوا، راني درتها في المقله، انا صورت لكم اللقطه قبل. كتبقاو تحركوا باستمرار تقريبا واحد 4 دقائق حتى كتحمروها شي شويه، مهم ما تحرقوهاش، خاص اللون ديالها يبقى هكا كيف كتلاحظوا معايا، حيت الا حمرناها كتعطينا واحد المذاق اللي هو زوين. 150 غرام، عندي هنا 100 غرام ديال الدقيق الابيض او الفارينه، 100 غرام اللي هي كاس عنبه، وممكن البنات تحتاجوه كامل وممكن قل من نص، قل من كاس، لانه على حسب الدقيق ديال الكامل واش كيشرب ولا لا. مهم 100 غرام او كاس عنبه، 100 مليلتر ديال الزيت النباتيه او الزيت العاديه، 100 مليلتر اللي هي كاس عنبه قل ربع، واستعملت واحد 60 غرام ديال الزبده اللي ذوبتها حتى ولات على شكل نوازيت كيف كتلاحظوا معايا، 60 غرام ديال الزبده ذوبتها وخليتها تبردات، كتبقى اختياريه بالنسبه للاخوات اللي ما يبغيوش يستعملوا الزبده، ممكن ديروا كاس عامر ديال الزيت. عندي 160 غرام ديال السكر حبيبات او السكر سنيده اللي هي كاس عنبه، نص كاس عنبه ديال الحليب السائل 80 مليلتر، وعندي هنا علبه ديال اليوغورت او الزبادي بالنكهه ديال الفاني او بالنكهه ديال الموز، انا استعملت بالنكهه ديال الموز كتعطي واحد المذاق زوين، 110 غرام سكر فاني 7 غرام، وعندي 16 غرام ديال البيكنج باودر او خميره الحلويات اللي هي جوج ديال الساشيات، وغادي نحتاج شويه ديال الشوكولات ديال الكوكيز وشويه ديال الزبيب او العنب الجاف، لان هاد الكيكه الصراحه الا درتو فيها هكا المكسرات او الشوكولات مع الزبيب كتجي معلكه وكتجي رائعه وكتبقى مرحله اختياريه. غادي ناخذ واحد الاناء وندير فيه دوك 4 البيضات كيف كتلاحظوا معايا انهم صغار، كنزيد معاهم واحد القبيسه تاع الملحه، وغادي نبقى نطرب بالطراب الكهربائي او لا ممكن ديروا البيض في الخلاط الكهربائي عادي او لا تطربوا البنات بالطريقه العاديه كيف ما معوداكم. هاد المره انا استعملت الطراب، كنبقى نضيف السكر سنيده بشويه بشويه، وانا كنطلع حتى درتها كامله ودرت سكر فاني 7 غرام، كنبقى كنخلط حتى كيتبدل لينا اللون تاع البيض كيف كتلاحظوا معايا كيولي بيض، عاد كنبقى نضيف الزيت كيف ما كنضيفوه المايونيز، كنبقاو نضيفو الزيت بشويه بشويه حتى نكملو هذاك كاس ما عامرش ديال الزيت. بالنسبه للزبده كتبقى كاخر مرحله ما كنضيفوهاش دابا. صافي من بعد ما كملت كاس ديال الزيت وانا كنخلط، دابا كنضيف اليوغورت او الزبادي دانون 110 غرام وكنخلط، وغادي نضيف عاوتاني نص كاس ديال الحليب. صافي غادي نخلط شويه وغادي نحيد دابا الطراب الكهربائي ونستعمل الطراب اليدوي. كناخذ هنا الصفايه، هنا في الاول درت هاد الصفايه بانت ليا رقيقه بزاف، وانا نجيب هاد الحمراء هادي كنديرو في الاول داك الكاس الاول ما عامرش ديال النخاله او الدقيق الكامل كنغربلوها طبيعه الحال باش ما تبقاش لنا محببه لان حمرناها، وكنضيف نص كاس ديال الدقيق ديال الفورص، يعني على حسب نشوف الخلايط واش غادي ندير كاس كامل ولا غير نص كاس. كنضيف 16 غرام ديال البيكنج باودر او خميره الحلوى من بعد ما غربلتها، كنحرك مزيان حتى كنشوف الخليط. من بعد كنزيد الكاس الثاني اللي ما عامرش ديال النخاله
ما عامرش البنات، كنتمنى تكونوا شفتوا معايا الكيتان مزيان. صافي وكنخلط وغادي نشوف الخليط واش غادي يحتاج نزيد هذاك نص كاس، هذاك نص كاس ديال الفورص. كنضفت نص كاس في الاول، دابا غادي نزيد هذا نص كاس، بان ليا الخليط مازال ما ولاش مزيان. صافي كنخلط، المقادير راه مضبوطه اللي ذكرت معكم في الاول، هي هذيك مقادير مضبوطه. من بعد ما كنخلط مزيان عاد كنضيف كاخر مرحله هذوك جوج المعالق ديال الزبده اللي كتكون مذوبه نوازيت، كتعطي واحد المذاق زوين بزاف. من بعد ما كنخلط ممكن تزيدوا واحد الملعقه ديال الخل، الصراحه كتعطي الفشفشه والهشاشه للكيك، انا نسيتها. من بعد ما خلطت الخليط مزيان خليته جانبا وخديت هذاك الزبيب اولا العنب الجاف مع داك الشكلاط ديال الكوكيز، مرمتهم في شويه تاع الدقيق ديال الفورص وغادي نغربلهم، يعني باش ما يهبطوش لينا لتحت القاع ديال الكيك، باش كيبقى في الفوق كيف ما كنحطوها في الفوق كتبقى، كيف ما كنحطوه في الوسط كيبقى. هنا خديت المول الدائري اللي معتادين عليه تقريبا فيه 26 سنتيم، دهنته بالزبده ورشيته بشويه تاع النخاله، ما محمره ما حتى شي حاجه عاديه. كنكب النصف ديال الكميه ديال الكيك وكنحط نصف الكميه ديال دوك داك الشكلاط ديال الكوكيز وداك العنب الجاف هكايا في الوسط باش يجينا الكيك معلك بهذاك الزبيب والشكلاط. وكنزيد الطبقه الثانيه ديال الكيك من الفوق، يعني راني لحست داك الاناء فاش كنت خلطت الكيك. صافي وكندير هاد الشكلاط وهاد الزبيب اللي كيبقى ليا من الفوق باش يبقى هكاك من الفوق ويجينا زوين. غادي ندخل دابا الكيكه ديالي الفران، فران بارد كنشعل عليها من التحت 200 درجه اولا 180 درجه، كنشعلوا على الكيك من التحت حتى كيتنفخ، تيبان لينا تقريبا تنفخ، ونشعلوا عليه من الفوق يتحمر. وهذه هي النتيجه النهائيه، دهنته بشويه ديال نيسلي كراميل وزينته بشويه اللوز ايفيلي فقط الوجه ديالو. ممكن ما تزينوش، ممكن ديروا المربى والكوك، كل ويدير اللي عنده، انا درت اللي عندي وانتم كذلك. غادي نوريكم الشكل ديال الكيك من الداخل، كيجي معلك وكيجي رائع وما كيجيش البنات ثقيل نهائيا. الا بيتو تزيدوا انه يجيكم خفيف بزاف ممكن ديروا معلقه اولا جوج معالق ديال الخل، راه ما تيعطيو يعني حتى شي مذاق. هانتوما كيف كتشوفوا معايا كيجي داك الشوكولات، كتجي كيكه زوينه وصحيه هكا للوليدات، علاش لا ديروهم على شكل كاب كيك اولا هكا كيكه مره كتجي زوينه الصراحه وكتعجبني انا بزاف. هانتوما شوفوا معايا داك الزبيبه البنات كيفاش كيجي معلق في الداخل ديال الكيكه، يعني كيطلق حيت ما رقدتو في الماء ما حتى شي حاجه، فكيطلق في الكيكه داك التعليكه ديالها. نتمنى ان شاء الله اخواتي تجربوها، الا عجبتكم ما تنساوش دائما تردوا عليا بتعليقاتكم كيف جاتكم الوصفه. الا عجبكم الفيديو ما تنساوش اللايكات فقط تشجيع الفيديو، الا عجبكم طبيعة الحال خليت لكم الراحه، احبكم في الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.